طقس الأعراب في السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس غائم جزئي مع 31 درجة مئوية الملموسة 29 ورطوبة منخفضة، أما الرياح خفيفة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا حيث يسود طقس حار يوم غد في تبوك 39 إلى 24، سكاكا تفرق لبعض الغيوم العالية 39 إلى 27، وعرعر طقس غائم جزئي 37 إلى 25. المنطقة الغربية زخات رعدية من الأمطار في عموم المرتفعات الجبلية، المدينة المنورة 45 إلى 31، مدينة جدة طقس صافي 39 إلى 27، مكة المكرمة 42 إلى 32، والطائف زخات رعدية من الأمطار 34 إلى 24. المنطقة الجنوبية الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أبها زخات رعدية من المطر 29 إلى 20، الباحة 31 إلى 24، وجازان زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 29. المنطقة الشرقية تبقى تحت تأثير رياح البوارح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، الدمام تسجل 43 إلى 31، حفر الباطن 40 إلى 30، والإحساء 46 إلى 33. المنطقة الوسطى الرياض أتربة مثارة بسبب الرياح النشطة أو رياح البوارح 43 إلى 30 درجة مئوية، بريدة 41 إلى 28، وحائل حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع فرصة زخات رعدية من الأمطار 38 إلى 27. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.